يخليك. دكتور محمد الكاتب عايز يقدم دكتور محمد شفيق بنفسه. يعني ورا بقى كده. ايوه صح صح معايا طبعا. مش حد دكتور شفيق زي يعني. لا انا كنت هقدمه والله. الحته دي بتاعتي انا عايز انا اقدمه. مكتوب عليه كنت كيشن. انا عايز اقول نجم النجوم بس. نجم النجوم. نجم النجوم. انا الخبر الخبر كويس ان الخبر كويس ان العشاء قرب. الخبر الوحش ان لسه فاضل اتنين توكس في السيشن. الحقيقه يعني الدكتور محمد شفيق الحقيقه انا اتعلمت منه حاجات كتيره جدا من ايام ما كنت نايب. الحقيقه الدكتور محمد شفيق كان احسن واحد بيعمل اوبتيك نيرف دي كومبريشن. اه مظبوط. صح يا دكتور شفيق؟ مظبوط. والحقيقه ما اعرفش بقى قصه بقى الريفراكتيف دي قصه بقى نبقى نحكيها في مؤتمر تاني. ده جديد بالظبط. ده اللي انت كنت عايز تقوله. انا يشرفني الحقيقه ان انا اقدم الدكتور محمد شفيق. الحقيقه احنا لينا شغل كتير سوا مع بعض في التوكس اللي هيتكلم فيها حاجات انترستنج يعني كوانتيفاينج كيراتوكونس اند ريجولار كوري. اتفضل يا دكتور شفيق. الدكتور خالد ناجي الحقيقه اولا بنشكر الدكتور سامر ربيعه على 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 الملبن لان الملبن ده اللي مخلينا مصحصحين لحد دلوقتي. التوك هو عبارة عن دريم فليفرد ببوش اند لامب. يعني انا كنت بشوف ان احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا. اي حد بيشتغل كيراتوكونس ما عندوش كومن لانجوج، ما بنتكلمش لغة واحدة ولا عارفين يبقى عندنا رقم واحد. فلما شفت السكورينج سيستم بتاع انا ريسنتلي انتروديوس للاورب سكان، ماناش مش شغال بالاورب سكان، فلقيت ان بوش اند لامب قفزت قفزة للامام اسرع بكتير من كل المابينج سيستم او التوبوجرافيك سيستم او التوموجرافيك سيستم بتوع الاذر ماشينز. وهوريكم لحضراتكم ايه المشكله اللي احنا مش عارفين نتكلم كومن لانجوج. لحد النهارده كيراتوكونس از سو كونتروفيرشال لدرجه انه السنه اللي قبل اللي فاتت عملوا جلوبال كونسنسس فور كيراتوكونس اند اكتاتيك ديزيزز. خدوا 36 بني ادم من كافه انحاء الكره الارضيه عشان يحاولوا يلاقوا نومنكليتشر الاول، لان احنا مش عارفين نتفق فين ايرلي كيراتوكونس ومين السب كلينيكال كيراتوكونس ومين الكيراتوكونس فورم فروست. مش عارفين يلاقوا لها ديفينيشن، وبعد الكونسنسس ده ما عرفوش برضه يوصلوا لديفينيشن. الحاجه الثانيه تريتمنت، ما احناش متفقين على التريتمنت. الحقيقه يعني انكارجنج يو انك كنتوا تقروا الكتاب ده بتاع خورخي اليو، طالع في 36 شابتر، لا من كل النومال كليتشر ولا من كل الدياجنوستيك مابينج وكمان التريتمنت بتاع كيراتوكونس. ويعني اونورد انف انا كتبت تو شابترز منهم ان ذا تريتمنت اوف كيراتوكونس. انما لحد النهارده التشخيص ما فيهوش نومال كليتشر واحد. ايه المشكله الحقيقيه من وجهه نظرنا كلنا؟ كوانتيفيكيشن للسكسس والفيلير والليفل بتاع الكيراتوكونس. بمعنى لما احنا بنعمل كورنيال كروس لينكينج احنا ما بنعرفش نقول اذا كان ده قد ايه اتحسن المريض، وبعدين بعد كده لو هو ماشي متحسن وحصل له ريجريشن او بروجريشن مش قادر احكم بالظبط قد ايه. فبنقول هو مش بطال، هو كويس، بس مش عارفين نقول كميه. This is the real problem. دي حالة من الحالات اللي فيها excellent response الحقيقة في العينين visually. نفس العيانة عملت لها دريسدن بروتوكول bilaterally. العين اليمين زي ما حضراتكم شايفين حصل فيها flattening after 6 months 4.6 diopters، والعين الشمال تقريبا 0.1 diopter. نفس العيانة في نفس السيشن بنفس التكنيك، ومع ذلك الست مبسوطة في الناحيتين. يبقى احنا مش مجرد الفلاتنينج اللي احنا بنقول عليه ان هو الكوانتيفيكيشن بتاع الكورنيال كروس لينكينج از ان اكزامبل للامبروفمنت اوف كيراتوكونس. فاحنا عايزين ندي ارقام. فهل هو بس الكريدنجز الست دي اتحسنت في الناحيتين بالرغم من ان الكريدنج حصل فلاتنينج 5 دايبتر في عين و 0.1 10 دايبتر في العين الثانية. طيب ازاي نقدر نعمل ايفالويشن وفولو اب للعيانين بري بوست كروس لينكينج؟ نستخدم ايه علشان اقول عيان اتحسن او ساء او زي ما هو ستيبل؟ انت بيجي لك العيان المفروض هي مسؤوليه اخلاقيه بالنسبه لنا ان احنا لما نعمل كيراتوكونس وبالذات في الاطفال او الستات ان انا كل سنه بقى فولو اب العيان عشان اطمن ان هو مش عايز ري كروس لينكينج او عايز حاجه ثانيه وانه زي ما هو. هل استخدم البوستيريور اليفيشن؟ ات كود بي. ولا الانتيريور اليفيشن والكي ماكس او الترانسليشن ما بينهم؟ ممكن قوي.
ولا الكيراتوكونس انديسز اللي اللي بتبقى سبلايد بالبنتاكام، ولا الابيرومتريك داتا اللي انا شايف ان هي فيري سمارت. يمكن الابيرومتريك داتا هي اقل داتا ما احناش او غافلين حقها. الحقيقه اول ما دخلت في الاورب سكان اشتريت الجهاز، دكتور عمرو حجازي وصل لنا الجهاز، ابتديت اشوف انه في كواد ماب زي اي بنتاكام. ما كانش ديت فيها حاجه جديده، ولما بتحط الكيرسر بيدي لك الرقم عند الكيرسور ده برضو زي اي بنتاكام. لكن اللي كان مبهر بالنسبه لي السكور انالايزر. ايه الابهار في السكور انالايزر؟ ان هو ابتدى يجاوب لي على اللي انا مش عارف ارد عليه. اخدوا 6 بارامترز، والستة بارامترز دول من وجهه نظري ان هم فيري جينيوس، وانهم اهم بارامترز توموجرافيك اند توبوجرافيك بارامترز. ولو قريناهم مع بعض هنلاقي من فوق كده لتحت الستة بارامترز الانفيريور سوبيريور ستيبنينج، لو لقوه انه اكتر من 1.5 دايوبتر ده رابينو فيس كرايتيريا القديمه، بس ده مهم قوي لحد النهارده. ده يبقى يعني الواحد ونص ده هنعتبر انه هو النورمال، والنورماتيف داتا اكتر منه هيبقى اب نورمال. فهيجي عند النورماتيف داتا دي او النورمال داتا ويدي السكور زيرو، واللي يبقى اقل منها يبقى بالماينس، واللي يبقى اكتر منها يبقى بالبلس. وهياخد 6 بارامترز زيهم، نقولهم السنترال باكيمتري للثينست باكيمتري ديفرنس يبقى اكتر من 15 مايكرو. ما هو فعلا لانه اي اكتاتيك كورنيال كونديشن از اثيننج ديزيز نمبر 1. فلو لقيت ان الفرق ما بين السنترال باكيمتري لحته ثانيه رفيعه ارفع منها 15 مايكرو يبقى في حاجه مش مظبوطه، وان الثينست باكيمتري لوكيشن او شيفت يحصل اكتر من 1.5 مللي في السنترال كورنيا. 1.5 مللي ده هديله الزيرو، اللي قال له يعني لو هي قربت للسنتر يبقى بالماينس، ولو بعدت يبقى بالبلس. ال 3 ملم زون الريجولاريتي يبقى اكتر من 1.5 دايوبتر، الماكسيمم بوستيريور اليفيشن يبقى اكتر من 50 مايكرون، والثينست باكيمتري يبقى اقل من 470، لانه اجين ال 470 الكورنيا اللي اقل من 470 سسبيشس. كل دول كل واحد فيهم لوحده زي ما الدكتور محمود اسماعيل بيقول لا يعني الكثير، بس لو احنا حطينا السته مع بعض وادينا السكور وجمعناه على بعض هنا بقى ليه معنى. هو ده اللي عملته بوشن لون بزياده الحقيقه. ده مقارب جدا مقارب جدا للانديسز بتاعه البنتاكام، لكن للاسف الشديد الانديسز بتاعه البنتاكام لما جمعوهم مع بعض ما عرفوش يدوا رقم. فانت بتشوف 8 انديسز كل اندكس لوحده، انما هم حطوا الجينيوس ان ذس سكورنج انهم حطوا الستة انديسز مع بعض وجمعوهم على بعض. فلما بيجمعوا الستة انديسز مع بعض هو السكور معمول علشان الناس البيجنرز او اللي مش عارفين يقروا كويس الاورب سكان ماب. فعلشان لو واحد لسه بيجينر جه قرى ان العيان بتاعه بالماينس يطمن ويعمل له ليزك، لو زيرو برضو يطمن ويعمل له ليزك، لو بقى ناحيه البلسز الايرلي بلسز هيعمل بي ار كي لانه داوتفول، ولو بقى اكستريم بلس يعني بقى عدى البلس واحد وشويه هنا بقى لازم يوقف ويوريها لحد خبير ويبتدي يمحص في الموضوع ويقول ديت كراتوكونس. وطبعا الرادار سيستم كل واحده من السته ماشيه في اتجاه، فالاتجاه النورمال او اللي هو الزيرو يبقى اخضر، بعد كده بتصفر وبعد كده بتروح ناحيه الاحمر. انا يهمني ايه في الموضوع ده؟ انا يهمني الحته اللي هي بتاعه لما نشوف واحد سب كلينيكال كيراتوكونس او يعني الرقم لسه هيبتدي يتحول، ان انا الاقي لمب او اتنين من السته عمال يزيد ناحيه الاحمر يبقى ده اليرتنج. واللي اهم منه في الفولو ابس، هم حاطين مثال الشركه حطاه لواحد اتعمل له فولو اب على مدى 3 سنين من 2007 كيراتوكونس فرانك كيراتوكونس 11.5، وبعدين بقى 12 في سنه 2009، وبعدين بقى 16 في سنه 2011. الرقم ده هو اللي استونشد مي. ليه؟ لان هو ده اللي انا بدور عليه بالظبط. يعني انا لما اودي للدكتور سامي في الكويت حاله اقول له انا عندي كيراتوكونس 12، انا مش بقول ان احنا هنستخدم كلنا اورب سكان، ولكن عايزين نستخدم كلنا كومن لانجوج، فالدكتور سامي يعمل لها كورنيال كروس لينكينج، فال 12 تتحول ل 10 يبقى العين اتحسن. طب افرض فضلت 10 10 10 وبعدين بعد 3 4 سنين بقت 15، 6 مثلا حملت ولدت، يبقى بروجريسنج. لان احنا كتير قوي انا عندي امثله كتير واوريها لكم، العيان يسوق وانا بشوفه وانا مش واخد بالي ان هو ساق، لان انا ما عنديش الكومن لانجوج والرقم. انما لو انا عندي انديسز اتجمعت على بعضها وادتني رقم
فاقوم انا على مدى السنين وبعدين رجع العيان سافر الكويت تاني فالدكتور سامي شافه فهو كان في ايدي 15 وبقى بعد كده 17 يبقى هو عارف ان هو is getting worse ممكن اعمل له كيراتوبلاستي او ممكن اعمل له ريكروس لينكينج انما على الاقل نبقى احنا عارفين واحنا بننقله لبعض مش اقول والله العيان ينفع يبقى كده او ينفع يبقى كده. طيب انا اخدت البيبر بتاعت اليو الحقيقه الشغل ده لو احنا في الايبك او في مصر كلها ابتدينا ندي لبعض الداتا او ابتدينا نشتغل في نفس السكه وعلشان كده الدكتوره مروه قلت لها يا ريت تركزي حضرتك معايا لانه هتدينا برضو خبرتك في الاستاتستكس وكده. اليوم حط على كل التوموجرافيك داتا اللي احنا بنحطها وات از كولد كاركترايزيشن اوف ذا كيراتوكونس حط الابيرومتريك بارامترز. الابيرومتريك بارامترز في منتهى الاهميه لانه انا بشوف انه من اكتر الحاجات السنسيتيف اللي بتخلي العيان نقول ان هو اساء اكتر انه تزيد الكوما ليفل وكتير قوي لما ببقى الكورنيا دي سسبيشس لو انا قست العيان باي ابيرومتري ولقيت ان الكوما فيه عاليه بقول العيان ده غالبا كيراتوكونس او سب كلينيكال كيراتو. احنا متفقين على الموضوع ده. فعملت رساله اديت لواحد عندي رساله كانديديت ياخد كل العيانين بتوع الكيراتوكونس ويحط الايرلي والمودريت كيراتوكونس ويعمل لي حاجتين يقيس كل البارامترز. قلت له بص املا لي سبريد شيت قيس كل البارامترز اتس ا بايلوت ستادي بتاعه البنتاكام اللي هم البارامترز اللي احنا الفاريبلز وكمان قيس لي كل البارامترز على الاي ديزاين او الويف او الابيروميتر الهارتمان شيك ابيروميتر وحطهم لي في الشيت ونبتدي نحط الداتا الفاريبل داتا دي تحت واتس كولد روك كيرف. الناس اللي بتشتغل ستاتستكس عارفه الروك كيرف اللي هو بيعمل سبيسيفيكيشن للسنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي. هو الحقيقه ما كانش شاطر قوي لكن انا مش عايز منه اكتر من الداتا دي يعني هو عايز ياخد الماجستير ويخلص. الداتا ببساطه شديده طلعنا ان في 10 بارامترز ابيرومتريك 5 منهم ابيرومتريك و5 منهم توموجرافيك هم اللي بيعملوا كاركترايزيشن او نقول عليهم ذا موست pathognomonic parameters for the changes of the cure of the keratoconus اللي هم the most specific and the most sensitive. وطبعا عارفين كويس قوي الفرق ما بين sensitivity and specificity. اوكي في تيست جديد في الاستاتستكس انا مش شاطر في الاستاتستكس بس انا اتعلمت معاه اسمه overall test accuracy ان انا باخد السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي اجمعهم على بعض ولو فحطناهم على بعض It's a nice pilot study that I wanted to publish لأن هي دية الخط أنا هوريكم إزاي الخط عشان نشتغل فيه مع بعض. لو احنا خدنا بالoverall test accuracy هنلاقي إن أكتر واحد specific وsensitive مع بعض posterior elevation بيدي 95% overall test accuracy بعديهم anterior elevation بعدهم key max بعدهم thinnest location بعدهم RMS higher order aberration بعدهم الvalue بتاع الكوما بعدهم غريبه دي لانها بالنسبه لنا كانت نمره واحد لكن ما لقيناهاش نمره واحد بعدهم تري فويل وبعدين السكندري استجماتيزم وبعدين كي 2 الفلاتست. اوكي دول بالاوفرول تيست اكيرسي العشره دول هم تاني ذا كاركترايزيشن اوف ذا كيراتوكونس ذا موست pathognomonic فايندينجز. انا بحلم في يوم من الايام ان احنا نستخدمهم زي الاي او ال باور كالكوليشن It's an idea. بمعنى ان الاي او ال باور كالكوليشن لما حضرتك بتحط اكسيال لينس مع كي ريدنجز بيدي لك رقم في الاخر هو العدسه اللي لما تحطها في عين العيان تبقى امتروب. اوكي دول الفاريبلز اللي بيوصلوني الرقم. لو الفاريبلز دول حطينا لكل واحد سكور بطريقه ما وجمعناهم على بعض وطلعنا ايكويشن وقلنا ان الايكويشن دي تبقى موحده هتبقى دي ايكويشن اوف ذا كيراتوكونس او ريجولار كورنيا اللي هو بمعنى كوانتيفيكيشن فيبقى عندنا كيراتوكونس دي او الابنو او الريجولار كورنيا دي رقمها 5 ولما العيان يسوء تبقى 7 ولما يتحسن تبقى 3. So in conclusion the score analyzer ده step towards quantification of the unquantifiable حاجه ما احناش عارفين احنا بنوزنها كده بالحلو وحش انما احنا عايزين ندي مقاس. النمبرنج سيستم اسهل سيستم لاي حد في الدنيا تصوروا لو الاي او ال بنقول عليها اي او ال مايوب او اي او ال هاي الانالايزر ده
provides us with the common language اللي احنا محتاجينها في الكراتوكونس والإيريجولار كورنيا علشان نعرف الليفل بتاع العيان اللي احنا ابتدينا من عنده ونعرف الريجريشن والبروجريشن بالتريتمنت. وطبعا كل حالات زي البليوشن مارجنال ديجنريشن والبوست ليسك اكتيزيا بنحلم باننا نعمل ايكويشن علشان نعمل كوانتيفيكيشن في يوم من الايام للإيريجولار كورنيا. هوبفولي لو احنا اشتغلنا فيها كلنا واحنا عندنا العشرة بارامترز وفي بارامترز تانية ممكن تتحط اننا نوصل لده. Thank you very much. مرة جاية تبقى في اسكندرية بقى. بنشكر استاذنا الدكتور شفيق وعلى المحاضرة القيمة الجميلة ديت شيقة جدا.